الكوتش تبارك الله عليكم، شكرا للحضور الكريم، الزملاء الصحفيين. وصلنا للنهايه، غادي نطلب منكم باش تلتحقوا لانه كاين واحد الكوكتيل على شرفكم، وغادي كذلك الى بغيتوا ديروا استجوابات اكيد لجنه التحكيم راه اشارتكم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. نفس الموضوع اللي تكلمنا عليه ديال البرنامج اللي تتهيئ فيه القناة الثانية اللي لها طموح أنه يكون عنده صدى كبير. مشاهدينا الكرام، نجم إعلامي عدد من المغاربة تيتبعوه مسرار. مسرار عندي معاه مجموعة من الأسئلة في منهجية الاشتغال في هذا البرنامج. مسرار، دخلتي لهذا المجال في إحدى التصريحات ديالك قلتي أنا جد سعيد، ولكن مجموعة من الأسئلة في هذا البرنامج اللي أنتم بصدد ديالو بطبيعة الحال ديال ستار لايت، أسئلة موضوعية كتناقش في الرأي العام. السؤال الأول، طريقة الاختيار من اللجنة ما كانتش تعطات للجنة اللي هي مشرفة على الأحكام في الأخير شكون هو ستار لايت. يعني إلا شفنا الطاقات انطلاقا من لطيفة رأفات أسماء المنور لهم وزن، حنا طرف ثاني نحترمه، ولكن القرار في الأخير تيبقى لهاد اللجنة عكس برامج دولية اللي كيكون كينتقلوا في قافلة عن طريق مدن أو دول للتنقيب عن طاقات موهوبة، باش إذا كان من هو ستار لايت كيكون صحيح 100%. هاد الطريقة وأنت مشرف على البرنامج ما غاديش تعاني فيها مسرة؟ أولا نبغي نوضح واحد القضية، هو أنه هضرتي على جوج ديال الطرق اللي بجوجهم طرق ربما ناجحة بالنسبة لي أنا، هذا رأيي الشخصي. الطريقة الأولى هي طريقة لاكارافان، يعني كتكون قافلة وكانت سارة، وباش هي الطريقة اللي كان عليها ستوديو دوزيل. 8 سنين من بعد التلفازة تبدلت في العالم، التلفازة تبدلت في المغرب، الحياة تبدلت، المجتمع تبدل. ما بقاش كنظن نقدر نكون خاطئ، ما بقاش هذه القضية ديال لاكارافان ربما، ولا دابا حنا في عالم السرعة. فالمشاركين كيصيفطوا دي زونغوجيسترومون فيديو ولا مقاطع ديالهم، وكيتم الاختيار ديالهم من خلال هذا الشيء، كيتكونفوكا وكيجيو وكيتيستاو في هذا الشيء. هذه القضية ربما هي أسرع، كتسرع لو بروسيس، كتسرع القضيه باش توصل لذاك الشيء اللي بغيتي. ما عرفتش جاوبت على السؤال ديالك ولا لا. شيئا ما، ولكن اذا درنا المقاربه بين اللجنه، هو سؤال شيئا ما محرج، ولكن بين اللجنه التي سوف تصدر القرار، اللجنه اللي فيها اسماء المنور وفيها بطبيعه الحال لطيفه رأفت وفيها نجوم اخر متمكنين في المجال، ولا قارنا مع اللجنه اللي تمت الاختيار اللي دارت التنقيب، واش ما كتشوفش انه كاين الفرق بانه نورمالمون العكس اللي خصو يكون؟ لا، انا ما اتفقش معك، لانه كل مرحله وعندها ناسها بهذا التعبير. المرحله ديال الكاستينغ شرف عليها الاستاذ نبيل الخالدي، وفاش تنقولوا الاستاذ نبيل الخالدي فسيرته داويه عليه، كيف ما تنقولوا تجربه كبيره، شارك في بزاف ديال البرامج، بزاف ديال لي زيفينمون، وعنده وتنظن عنده شرعيه كبيره باش انه يكون مؤهل باش يختار هاد المواهب وهاد لي طالون. ناقشنا مع الحنكه اللي كاين عند لطيفه رأفت، ما رايك؟ لا، هما جوج كفاءة في التنقيب. شوف جوج ديال رمز ديال المغرب، ستار لايت خصو يكون ناجح، خصو نقولوا الطوب ديال المغرب، العالم العربي كله كي. لا، دابا ما تفهمناش، ربما كاين واحد الخلط دابا حنا تنتفاهموا، دابا كل في دوره، نبيل الخالدي في دوره والاستاذه لطيفه رأفت في دورها، حتى حد ما كينقص من لي بروفيل بجوج، كل واحد في الدور ديالو. لطيفه رأفت اكيد ما غيتناقشوش جوج بانها تبارك الله هرم في الاغنيه المغربيه وبانها تاريخ في الاغنيه المغربيه، الاستاذ نبيل الخالدي كذلك حتى هو الشرعيه ديالو ما غيتناقشوش فيها جوج. فبجوج ربما مزيان، هذا مكسب البرنامج، باش يكونوا عندك بجوج في البرنامج هذا مكسب الستار لايت، وهذا افونتاج كبير لانه غادي نوصلوا لذاك الشيء اللي بغينا. انا هذا الكلام اللي كنقول لك له علاقه بالدور ديالك، وانا غنشرح شنو هو الدور ديالك كمنشط. البرنامج الى نجح، الى تناقش من جميع الجوانب غادي يكون ناجح اكثر، وهذا غادي يسهل لك الماموريه حتى في الطاقه اللي المغاربه تيعرفوا تبارك الله كيفاش كتمشي في التنشيط، كيفاش كتواكب في مجموعه بالبرامج. مزيان، لماذا لم يتم في هذه البرامج اشراك دول عربيه بحكم ان المغاربه كيكتسحوا العالم مع دول اخرى، علاش اعتمدنا احنا على المغرب؟ ربما هذه القضيه ماشي في ان بوزيسيون باش نعطي فيها رايي، ولكن غادي نعطي رايي شخصي. ربما احنا في هذا مولود، هذه تجربه اولى، هذه الفكره ديالك علاش لا، ممكن انها تكون في دورات اخرى، ولكن تكونسونطرا مع اولاد بلادنا بعدا.
نتكونسونطراو مع فهمتي هذه التجربه الاولى خصها تضبط خصها تدار بقواعدها كيف ما تنقولوا ومن بعد علاش لا نفتحوا بحال برنامج ستوديو دوزيام. ستوديو دوزيام في الاول كان غير المغاربه ولكن الدورات الاخيره انفتحنا على العالم العربي على افريقيا كانوا مشاركين من افريقيا من العالم العربي دونك وي علاش لا فكره زوينه هذه تبارك الله. السؤال الاخير اللي عندي معك بحكم انك شفتي ديك 65 اللي تم الاختيار ديالها وعشتي معهم لحظات كيفاش كتشوف المستوى واش المستوى طالع لانه ديما القاعده غترجع لديك اللجنه اللي اختارت بين 4065 هي من تتحمل مسؤوليه القاعده كيفاش كيشوف مسرحيه. صراحه انا كنت قريب لهم شفتهم عن قرب وهذه القضيه كتعكس التطور اللي طورنا فيه الشباب ديال اليوم والمواهب تطوروا يعني ولات عندهم واحد الرؤيه واحده اخرى ولا ما بقاوش شوف بغينا ولا كرهنا مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا ساهمت بشكل كبير في هذا التطور لانهم منفتحين من خلال لي ريزو سوسيو على كيتصنتوا بعد المعنى كيتصنتوا الالوان واشكال مختلفه. المستوى في ستارلايت كان مستوى كبير بزاف والجميل في الامر هو انه كان كتحس بالبصمه الشخصيه ديال كل مشارك وهذا هو الجميل في الامر لانه كتحس كاينه شخصيه ستارلايت راه كيجيو ليه مشاركين اللي غيدوزوا اول مره وكيجيو ليه مشاركين اللي ربما سيمي بروفيسيونيل لانهم شبه محترفين فهنا تشوفهم بجوج وكاين اللي كتوقع المفاجاه هذاك اللي ربما اول مره كيفاجئ بواحد الدرجه وكاين اللي العكس وهذه هي المسابقه. نتمنى لك التوفيق في المهمه ديالك. شكرا لك مشاهدينا الكرام. مسرير شاب طموح له مسار مهني بطبيعه الحال موسوعة في مجموعة من البرامج يجيد اللغة العربية ويجيد الدعابة في مجموعة من المواقف. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع هذا الموضوع وسوف نوافيكم دائما بالجديد كما أن أسئلة الرأي العام نحن مجبرين نطرحها معهم. مشاهدينا الكرام إلى اللقاء. تعليق المواطن شكرا لكم.